أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الأول من دروس النحو في برنامج الرياض في كلية مركز أهل السنة والجماعة. قال يوسف عليه السلام، عنوان الدرس يوسف عليه السلام. قص يوسف على أبيه يعقوب عليه السلام رؤياه متعجبا. رؤيا مفرد جمعه رؤى. لقد رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له، فحذره أبوه، حذره أي خوفه، حذر ماض المضارع يحذر، المصدر تحذيرا أي خوفه وهدده من كيد إخوته. جلس إخوة يوسف يفكرون في الكيد له ولأخيه، وقالوا كيف يحب أبونا أخوينا حبا جما، حبا جما أي حبا كثيرا، حبا كثيرا، الجم هو الكثير، حبا جما أي حبا كثيرا، ولا يحبنا مثلهما، ونحن أصبة، عصبة أي جماعة، ونحن أصبة من أولاده. واحتالوا للتخلص منه. الاحتيال هو الكيد والمكر والخداع للتخلص منه أي من يوسف، مستأذنين أباهم في أن يصطحبوا يوسف. اصطحب يصطحب اصطحابا من اتخذه صاحبا. اصطحب فلان فلانا أي اتخذه صاحبا في أن يصطحبوا يوسف معهم وهم يرعون، ثم ألقوه في البئر عميقة. عميقة أي بعيدة القعر، الشيء العميق وبعيد القعر. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وزعموا أن الذئب قد أكله، فلم يصدقهم أبوهم وقال فصبر جميل. صبر خبر لمبتلئ محذوف، تقديره فصبري صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ومرت قافلة بالبير. القافلة جماعة المسافرين، جمعه قوافل. قافلة قافلة مفرد جمعه قوافل. بالبئر، والبئر أيضا مفرد جمعه آبار، بئر آبار. وقافلة مفرد جمعه قوافل. قلنا معنى القافلة جماعة المسافرين. نعم. وأنزل أحدهم جلوا فيها أي في البئر، فتعلق يوسف بالحبل، أي تمسك به، والرجل يخرج الدلو، فدهش الرجل يتعجب وقال يا بشرى هذا غلام. والغلام مفرد، والولد الصغير جمعه غلمان. ثم حمل المسافرون يوسف فرحين، وباعوه لعزيز مصر. وفي مصر وقعت فتنة أخرى، فقد أحبته زوجة العزيز حبا شديدا، فراودته عن نفسه، أي المرأة هي التي راودت يوسف، مفتونة به. فتن بكذا أي أصابته الفتنة، ولكن يوسف العفيف
قال معاذ الله، الله أكبر، استعاذ بالله سبحانه وتعالى من فعل الفاحشة، معاذ الله يعني أعوذ بالله من ارتكاب هذه الفاحشة. وتحدثت النساء في شأن امرأة العزيز، الشأن يعني أمر في أمرها. الشأن مفرد جمعه شؤون، فأرسلت إليهن وأعدت، أعد يعد بمعنى جهز وهيأ، إذن أعدت جهزت وهيأت لهن طعاما، وآتت كل واحد، آتت أي أعطت، آتى بمد الهمزة بمعنى أعطى، وبالقصر أتى بمعنى مع بمعنى جاء، أتى معناه جاء، منه قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أما آتى بمعنى أعطى، آتى هذا ماض، المضارع يؤتي، المصدر إيتاء، إيتاء، آتى يؤتي إيتاء بمعنى أعطى. أما أتى يأتي إتيانا هذا معناه جاء. وآتت كل واحدة منهن سكينا أي أعطت كل واحدة منهن سكينا، وقالت أخرج عليهن، يعني قالت ليوسف أخرج عليهن، يعني على هؤلاء النساء. فنظرت النساء إلى يوسف مكبرات له، وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، إما عاد الله، سبحان الله، ما هذا بشرا، إن هذا أي ما هذا، إن هنا نافية بمعنى ما، إن هذا أي ما هذا إلا ملك كريم. كادت امرأة العزيز ليوسف، كاد هنا مضارعه يكيد، مصدره كيد، هنا بمعنى احتالت، وهناك فعل كاد يكاد، وهو من أفعال الشروع بمعنى قرب، نقول كاد يكاد قرب، أما كاد يكيد كيدا هذا معنى احتال ومكر. قال تعالى إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إذن كاد هنا ماض مضارئه يكيد، المصدر كيدا، كاد يكيد كيدا أي احتال ومكر. أما كاد يكاد، كاد يكاد معناه قرب، هو من أفعال الشروع. كادت امرأة العزيز ليوسف، يعني احتالت ليوسف، وصدق العزيز زوجته، ظالمين أي هما ظالمين، حال لهما للعزيز ولزوجته. وألقى العزيز يوسف في السجن مظلوما، يعني المظلوم هذا حال ليوسف. وفي إحدى الليالي رأى العزيز رؤيا عجيبة تدل على جد، الجد هو اليبس، يقال جدب يجدب، نقول جدبت الأرض، جدبت الأرض تجدب جدبا أي يبست على جدب، الجدب هنا بمعنى القحط، عدم نزول المطر يحل بالبلاد. ولما أولها أي فسرها، التأويل هنا تفسير، ولما أولها له يوسف أي لما فسر يوسف الرؤيا للعزيز عفى عنه وجعله وزيرا له، أي جعل العزيز يوسف وزيرا له، فوضع له خطة اقتصادية أصلحت حال البلاد، هي بلاد مصر خاصة. وجاء إخوة يوسف فوق جمالهم ليشتروا قوتهم، القوت مفرد جمعه أقوات، من القمح بعد أن اشتدت الجدب، أنا يعني أن اشتد بعد أن اشتد الجدب معناه بعد أن اشتد القحط، عدم نزول المطر. وعرف يوسف أخاه وأبقاه عنده، وجاء يعقوب عليه السلام وأهله إلى القصر، فوقف يوسف وأخوه مسرورين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي، لغة في الأدب، قال يا أبي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. في النص الذي قرأنا الآن إن شاء الله
سنخرج الأمثلة من هذا النص ونبني عليها القواعد بإذن الله تعالى. الحال وصاحبها، يعني الحال وصاحب الحال. الأمثلة: قال: قص يوسف رؤياه متعجبا، تنظر إلى الكلمات التي تحتها خط. الكلمات التي تحتها خط في الكتاب هي الحال. قص يوسف رؤياه متعجبا، راودته عن نفسه مفتونة به، متعجبا حال، مفتونة به حال كذلك. ألقى العزيز يوسف في السجن مظلوما، الحال مظلوما. وقف يوسف وأخوه مسرورين، مسرورين حال. صدق العزيز زوجته ظالمين. حمل المسافرون يوسف فرحين، فرحين وظالمين أو ظالمين حال. خروا له سجدا، سجدا حال. نظرنا إلى يوسف مكبرات له، مكبرات حال. انظر في الأمثلة السابقة، لاحظ الأوصاف: متعجبا ومفتونة ومظلوما ومسرورين وظالمين وفرحين وسجدا ومقبرات. تجدها تبين أحوال أصحابها حين حدوث الفعل. فمثلا متعجبا تبين حال يوسف حينما قص الرؤيا، وهكذا الباقي. وهذه الصفات كلها نكرات وأصحابها معارف. إذن الحال نكرة وصاحب الحال معرفة. هذه الدروس لابد أن نعرف ما هو المعرفة وما هو النكر، أيضا مهم جدا. إذا قلت جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، جاء فعل ماض وزيد فاعل، فاعل وراكبا حال. انظر، زيد معرفة، لماذا؟ لأنه علم، اسم علم، اسم العلم معرفة. وراكبا نكرة، نكرة. إذن صاحب الحال زيد، والحال راكبا. لذلك قال لك هنا: وهذه الصفات كلها نكرات وأصحابها معارف. فمتعجبا حال من يوسف وهو معرفة، ومفتونة حال من الضمير المستتر والضمير معرفة. راودته عن نفسه مفتونة، راودته، هذا الفعل فيه الضمير والضمير هو الفاعل، تقديره هي. ومظلوم الحال من يوسف وهو معرفة، ومسرورين حال من يوسف وأخيه وهما معرفتان، وظالمين حال من العزيز وزوجته وهما معرفتان، وفرحين حال من المسافرين وهم معرفة، وسجدا حال من واو الجماعة فخروا، واو الجماعة وهي ضمير. فأصحاب الحال معارف في جميع الأمثلة. كما أنك تلاحظ أن الحال في جميع هذه الأمثلة منصوبة بعلامة النصب المناسبة. ومن هذا نستنتج أن الحال وصف النكرة يبين حال صاحبه المعرفة، وأن حكم الحال النصب. إذن فما هو تعريف الحال؟ نقول لك: الحال هي وصف فضلة. ما معنى فضلة؟ الفضلة في النحو ضد العمدة، وهي ما ليس بمسند ولا بمسند إليه. الفضلة وضد العمدة، وهي ما ليس بمسند ولا بمسند إليه، ليس بفاعل ولا بمبتدأ ولا بخبر إلى آخره. الحال هي وصف فضلة منصوب
للدلالة على هيئة. إذن الحال تدل على الهيئة، يقع في جواب كيف. الحال دائما يقع في جواب كيف، مثال قوله تعالى: فخرج منها خائفا. خرج منها خائفا، إذن خائفا حال ووصف فضلة منصوب للدلالة على هيئة صاحبه، كأن السائل يسأل: كيف خرج موسى من مصر؟ قال: فخرج منها خائفا. خرج منها خائفا، خرج في الماضي مبني على الفتح، ومنها متعلق. نعم، نقول الجار والمجرور متعلقان بالفعل خرج، وخائفا حال منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة. الحال وصف فضلة منصوب للدلالة على هيئة يقع في جواب كيف، فخرج منها خائفا. من هنا تعلم أن صاحب الحال يكون معرفة، صاحب الحال يكون معرفة، هذا هو الأصل فيه. والحال تكون نكرة. الأصل أن يكون صاحب الحال معرفة، والأصل أن يكون الحال نكرة. صاحب الحال معرفة والحال نكرة. إذا قلت: جاء زيد راكبا، صاحب الحال زيد وراكبا حال. زيد معرفة لأنه اسم علم، وراكبا نكرة. طيب، وهكذا. تنظر إلى نفس الكتاب، يعني برنامج الرياض المستوى الرابع الدرس الأول، يقول: وانظر إلى الأمثلة السابقة ثانية تلاحظ أن صاحب الحال أحيانا يكون فاعلا، فمتعجبا حال من يوسف وهو فاعل، وأحيانا يكون مفعولا به، فمظلوما حال من يوسف في الجملة الثالثة وهو مفعول به، وأحيانا يكون صاحب الحال الفاعل والمفعول به معا، فظالمين حال من العزيز وزوجته، والعزيز فاعل وزوجته مفعول به. هنا الآن يتكلم عن حال صاحب الحال، يعني صاحب الحال قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به. انظر إلى قص يوسف رؤياه متعجبا. قص فعل ماض، يوسف فاعل. إذن يوسف فاعل وهو صاحب الحال. إذن صاحب الحال في المثال الأول فاعل. صاحب الحال قد يكون فاعلا كما في المثال الأول، وكما في المثال الذي ذكرت: جاء زيد راكبا، زيد فاعل وهو صاحب الحال. ألقى العزيز يوسف، ألقى فعل ماض، العزيز فاعل، يوسف مفعول به. أيضا مظلوما حال ليوسف، ويوسف صاحب الحال هنا، صاحب الحال في هذا المثال الثالث مفعول به. ألقى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، العزيز فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يوسف مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، وهو صاحب الحال ومظلوما حال. قال: صدق العزيز، صدق العزيز زوجته ظالمين، صدق العزيز، صدق العزيز زوجته ظالمين. العزيز فاعل وزوجة مفعول به، وظالمين حال لهما. صدق فعل ماض مبني على الفتح، العزيز فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، زوجته مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ظالمين حال. إذن ظالمين هذا حال للعزيز وزوجته، قد يكون كما ذكر لنا، قال: فظالمين حال من العزيز وزوجته، والعزيز فاعل وزوجته مفعول به.
صاحب الحال قد يكون هو الفاعل والمفعول به أيضا. ثم تنتقل إلى الجيم، قال لك وانظر إلى الأمثلة السابقة مرة ثالثة، تلاحظ أيضا أن الحالة تطابق، طابق يطابق مطابقة أي تناسب، المطابقة بمعنى المناسبة، طابق يطابق مطابقة أي ناسب يناسب مناسبة. قال وانظر إلى الأمثلة السابقة مرة ثالثة، تلاحظ أيضا أن الحالة تطابق صاحبها، يعني أن الحالة تناسب صاحبها في الجمل، يعني في الإفراد والتذكير إلى آخر والتأنيث. قال ففي الجملة الأولى تجد الحالة متعجبا طابقت صاحبها ويوصف في الإفراد والتذكير، يوصف مفرد ومذكر، متعجبا مفرد ومذكر. وفي الجملة الثانية تجد الحالة مفتونة طابقت صاحبها، وهو الضمير هي المستتر في الإفراد والتأنيث. وفي الجملة الرابعة الحال مسرورين طابقت صاحبها وهو يوسف وأخوه في التثنية والتذكير. وفي الجملة السادسة الحال فرحين طابقت صاحبها وهو المسافرون في الجمع والتذكير. وفي الجملة الثامنة الحال مكبرات طابقت صاحبها وهو نون النسوة في الجمع والتأنيث. إذن يذكر لك القاعدة الحال، هذه الكلمة أو هذا اللفظ يذكر ويؤنث، تقول هذا الحال وتقول هذه الحال. قال الحال وصف يبين هيئة صاحبه، وصف يبين هيئة صاحبه، لكن التعريف الذي ذكرنا لك أعم وأشمل، أن تقول في تعريفه الحال هي وصف فضلة منصوب للدلالة على هيئة يقع في جواب كيف. الحال هي وصف فضلة منصوب للدلالة على هيئة يقع في جواب كيف. طيب قال وحكم الحال النصب، الحال من المنصوبات، الأسماء فيها المرفوعات وفيها المجرورات وفيها المنصوبات، إذن الحال من الأسماء المنصوبة، الحال من المنصوبات لا من المرفوعات ولا من المجرورات. وصاحب الحال يأتي معرفة، وأما الحال قال فيجب أن تكون نكرة، يعني في الأصل يجب أن تكون نكرة في الأصل. وصاحب الحال يكون الفاعل أو المفعول به أو الفاعل والمفعول به معا كما رأيت. والحكم الثالث تطابق الحال صاحبها في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. ذكر شيئا هنا من أحكام الحال، من أحكامها أنها وصف، وأيضا يبين هيئة صاحبه، وأنه أيضا منصوب، وصاحبه يكون معرفة، والحال يجب أن تكون نكرة في الأصل، يجب أن تكون نكرة في الأصل. لكن إن شاء الله سترون بإذن الله تعالى مع الشيخ في الألفية في بعض الأوقات قد تكون الحال معرفة، لكن متى تكون معرفة هذا درس آخر إن شاء الله، سترون ذلك بإذن الله تعالى. في هذا الدرس نذكر لكم الأصل، الأصل في الحال أن تكون نكرة، والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وأيضا يجب أن تطابق الحال، يجب أن تطابق الحال صاحبها في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير وكذلك في التأنيث.